المعلومات الأولية وبحسب مصدر عسكري تشير بأنه تم السيطرة على الحريق، تم إخماد النيران، ولكن لا زالت القوى التابعة للجيش العربي وللدفاع المدني تتواجد في المنطقة. كان هناك منذ حوالي نصف ساعة إسناد بسيارات إسعاف احتياطا إذا ما كان هناك أي إصابات، سواء كان إلى الآن تشير التحقيقات الأولية بأنه لا يوجد إصابات، ولكن قد يكون هناك إصابات من الدخان المنبعث من الحريق. لذلك فإن قوى الجيش العربي أسندت ببعض سيارات الإسعاف منذ قليل. الوضع يبدو هادئا الآن، وعلى ما يبدو بأنه فعلا تم السيطرة، إلا أنه تم التصريح بأنه لا إصابات إلى الآن. وزير الصحة تفقد مستشفى الزرقاء الحكومي ودفع بعدد كبير من الأطباء من مستشفيات عمان وإربد والممرضين، وكان هناك أيضا غرفة عمليات تحسبا لأي إصابات. تصريح وزير الصحة منذ قليل كان يشير إلى أنه لم تصل إلى أي إصابات إلى مستشفى الزرقاء. إذن الحريق كانت الإصابات أو كانت ما نتج عنه كله من يعني إصابات. نعم. لا يوجد إصابات بالأرواح. طيب. ولكن الإصابات هي خسائر مادية فقط في المستودعات. دام تم فتح تحقيق فوري بخصوص هذا الانفجار وربما الإجراءات سريعة، وهناك حالة من الاستنفار كما أرى من حولك. نعم فعلا كان هناك، لا زالت بعض السيارات تدخل إلى المدينة وتخرج منها. حالة استنفار كما ذكرت منذ قليل كان في المنطقة كلها في مدينة الزرقاء بسبب الحادث. تم على الفور تشكيل لجنة تحقيق، وكانت التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن تماس كهربائي في مستودعات لأسلحة قيد التفكيك. هذه المستودعات على ما يبدو بأنها لم يكن فيها أي أفراد، خاصة بأن الوقت متأخر في ساعات الصباح الباكر اليوم، لذلك لم يكن هناك إصابات بشرية. ولكن هذه المستودعات هناك فيها الكثير من الذخائر بالتأكيد، أدت إلى انفجارات متسلسلة واشتعال نيران ضخمة كانت تشاهد من منطقة بعيدة في منطقة الغباوي وهي قريبة من مدينة الزرقاء. أشكرك دامة الكردي مراسلة الغد، كنت معي من مدينة الزرقاء بالأردن.